من على الرمضاء وتحت هجير الصحراء. ولد المهندس خالد العضلي في عام 1979 ميلادية، فرسم خطواته الأولى على رمال الصحراء التي تمحوها السوافي ليعيش تحت أكناف والدين أميين ويحيا معهما حياة البادية وتحت وطأتها التي لا تعرف للدلال طريقا ومسلكا. ولدت وترعرعت بقرية الغالة، وهي قرية صغيرة تابعة لمحافظة الليث. درست فيها المراحل الأولى الابتدائية والمتوسطة. كان خالد قد عشق البحر وهو في سن صغير، وأدمن التردد على سواحل بحر الليث لمرافقة الصيادين هناك لصيد الأسماك. خلال دراستي للمرحلة الثانوية ارتبطت بالبحر وصيد الأسماك، وعشقت البحر الحقيقة، يعني عشق كبير جدا، وكان له تأثير على حياتي المهنية. لما انتقلت إلى جدة للدراسة الجامعية، طبعا كان مرتبط فيه أن البحر وعلوم البحر، لذلك دخلت كلية علوم البحار. والحقيقة أن دراستي في جدة وفي جامعة الملك عبد العزيز أثرت في حياتي تأثير جدا كبير، يعني أنها مدينة منفتحة مختلفة تماماً عن القرية السابقة. وإبان تخرجه كان مع اليوم الذي يليه حكاية البداية وبداية القصة مع الميدان. الحمد لله، كان من حسن حظي وجود شركة المجموعة الوطنية لاستزراع الماء قريبة من قرية الغالة. ولله الحمد، يعني تخرجت من الجامعة واستلمت الشهادة الجامعية في نفس اليوم الثاني وأنا مقدم في المجموعة الوطنية، حصلت على وظيفة ولله الحمد. وهذا الأمر يرجع الفضل لله عز وجل، ثم القائمين على المجموعة الوطنية لاستزراع الماء ورجال الأعمال القائمين عليها أنهم استثمروا في هذه الصحراء القاحلة. تدرج المهندس خالد موظفا بالشركة بعدد من الإدارات والمناصب، بداية كفني استزراع روبيان، ومنها إلى مصنع الأعلاف، ثم مصنع التجهيز، عائدا إلى الروبيان بوظيفة مدير مزرعة ليسجل اسمه كأول مدير سعودي لمزرعة روبيان، وذلك بعد عمل على تطوير نفسه داخل الشركة وعودته من الابتعاث من الخارج بعد تأهيله لهذه الوظيفة. أرى نفسي ولله الحمد من المحظوظين اللي عملوا بالمجموعة الوطنية لاستزراع الماء، وتدرجوا في وقت قصير جدا في مناصب عدة متتالية بترقيات جدا مناسبة. والحقيقة المنافسة أيضا في المجموعة الوطنية منافسة ليست سهلة بل صعبة، بخصوص وجود كوادر قوية جدا، سواء كان كوادر سعودية أو كوادر أجنبية. تدرج المهندس خالد من منصب لمنصب أعلى، ومن تحدي إلى تحدي جديد، فبعد أن أصبح مديراً لمزرعة الروبيان لأكثر من 3 سنوات انتقل إلى مشروع الطحالب البحرية، ثم إلى إدارة المسؤولية الاجتماعية، ومنها إلى إدارة مشروع الأسماك. وقبل هذه الحقبة وأثناءها كان المهندس خالد إبان حياته الجامعية مولعاً بالفروسية وركوب الخيل. أحب الفروسية حتى غدا الفارس الأول في النادي وأميناً لنادي الفروسية بالجامعة. عشقي مع الخيل طبعاً بدأ تقريباً عام 1998 أول ما دخلت جامعة الملك عبد العزيز. طبعاً الجامعة فيها نادي الفروسية كبير جداً، وعشقت الخيل وتدرجت لأن أصبحت أمين نادي الفروسية. يعني اليوم الحمد لله عندنا اسطبل وقاعد لله الحمد نتونس ونسعد بالعناية فيها وبركوبها. كما كان المهندس خالد على الجانب الثقافي مولعا ونهما بالقراءة. القراءة بالنسبة لي الحقيقة يعني موضوع جدا مهم، يعني أحب القراءة واستمتع فيها، وجمعت الكتب من فترة طويلة إلى أن أصبحت مكتبتي الخاصة الآن فيها تقريباً أكثر من 5000 كتاب من أندر الكتب بعضها.
قصة الطموح لم تنتهي بعد، فقد حرص على تطوير ذاته وتنمية مهاراته القيادية، فخاض ميادين التدريب والدورات وجمع وتحصيل المؤهلات، ومنها على سبيل المثال للحصر بكالوريوس في فيزياء البحار، ماجستير في إدارة الأعمال، ماجستير في الهندسة الزراعية، مدرب معتمد من البورد الكندي للتدريب، مدرب دولي محترف من جامعة نيويورك المهنية والمعهد الأمريكي للتنمية وجامعة نيويورك المهنية، مستشار بجمعية بداية الخير للأعمال الخيرية، ممارس في اللايف كوتشينج. عملي في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي اللي تضم تقريبا حوالي أكثر من 32 جنسية. الحقيقة هذا الأمر أعطانا مهارة عجيبة جدا في عملية التعامل مع الثقافات المختلفة وإدارة الثقافات المختلفة، ولله الحمد أيضا مشاركتنا في العديد من المؤتمرات ورش العمل، وحصلنا الحمد لله على الكثير من شهادات الشكر والتقدير في مجال الاستزراع المائي وغيره من المجالات الأخرى أيضا. قالوا قديما للإنسان من اسمه نصيب، والمهندس خالد العضلي لم يرضى أن يكون له نصيب من اسمه في مجاله الوظيفي فحسب، بل أحب أن تنال مشاريعه ومنجزاته الاجتماعية ومساهماته الخيرية من اسمه نصيبا وافرا، منها مناصبه التي تقلدها ومنها مشاريعه التي أسسها، شاهدة على عصاميته وبذله، ناطقة بطموحه وشموخه. بفضل الله عز وجل شاركت في تأسيس جمعية البر الخيرية في القالة منذ تقريبا أكثر من 15 سنة، وأنا رئيس مجلس إدارتها مع بقية الزملاء في أعضاء مجلس الإدارة. ولله الحمد أنا سعيد جدا بما حققناه في الجمعية من إنجازات ومن أوقاف ومن إقامة مشاريع تنعكس إلى دعم المستفيدين وأيضا لتنمية المجتمع. والمهندس خالد له مشاركات ومساهمات في مجالس كثيرة، فهو رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالغالة للدورة الثالثة على التوالي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي لدورتين، عضو مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالليث، عضو المجلس التنسيقي للجمعيات بمحافظة الليث، عضو الجمعية العمومية بجمعية تنمية القرى، عضو الجمعية العمومية بجمعية القرآن الكريم بالليث، مرشد لصندوق المئوية للمشاريع الصغيرة سابقاً، عضو منظمة إدارة المشاريع، عضو الجمعية السعودية للإدارة. وبعد فهذه سيرة ومسيرة، والمولى سبحانه يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهذه آثار الخير لا يمحوها الزمان ولو طال، والله وحده المستعان. وصدق شوقي حينما قال: فالذكر للإنسان عمر ثاني.